تسأل عن حاجة بعيدة عن الناس، يعني حد ممكن يقولك تلات أرباع الناس ما قريتش الكتب اللي انتوا هتطرحوها دي، قدمنا رجل وأخرنا رجل وقلنا لا لازم نسأل عن أفضل كتاب في 2015. متأكدي لو احنا في معمل كيمياء أو عندنا معادلة، يعني لو قلنا إن في مسارح نورت، ولو قلنا إنه في حفلات موسيقى الناس مش لاقية تتذاكر، فلو أنت ضفتي على دول وقلتي ده وقلتي ده وقلتي ده وقلتي ده، يبقى لازم كمان الطلب على القراية زاد. يعني ده نتيجة طبيعية. عندك أي أرقام أو انطباعات مثلا من معرض الكتاب، من توزيع كتب، من عندي طبعا بحكم علاقتي بدار الشروق يعني لا الوضع أفضل كتير طبعا. طيب احنا ممكن نسأل على مجموعة من الكتب، كان في إصدارات كتيرة مش قليلة السنة دي، بس برضو نوعنا من أنماط مختلفة من الكتب، ما بين الرواية وما بين التحقيق وما بين قصة قصيرة والشعر كمان. دول 15 شاعر من الشعراء اللي شعراء شباب متميزين أذكياء، القصايد متراوحة مستواها جوه الديوان، ولكنه حالة شعرية ممتازة جدا كاشفة لأي حد عايز يعرف الجديد في إيه، الجيل الجديد بيقول إيه، متجمعين له في كتاب يعني، فكان بالنسبة لي أنا حاجة لطيفة يعني. طيب محمد المنسي قنديل بموهبته وبتاريخه بنزل رواية السنة دي. رواية عظيمة، كتيبة سوداء. كتيبة سوداء. أولا أنا عايز أقول أن محمد المنسي قنديل واحد من كبار مبدعينا، وإحنا الحقيقة الحالة الإعلامية والحالة النقدية بشكل عام حالة كسولة، وحالة أقدر أقول عليها بكل يعني هدوء كده أنها حالة غير منصفة. روايته كتيبة سوداء عمل مش تم يعني، إحنا الحمد لله ما نقدرش نقارن، دي رواية فذة، احنا عندنا شعر وقصه قصيره وروايه عندنا عام. عندك مثلا حلو وترحال يوسف زيدان منزل قصه قصه مجموعه من القصص القصيره، في دهشه لغويه، في مهاره لغويه جدا ومختلفه، الكلام ما بين الفصحى الشديده بعدين يقوم قايل عاميه وكلام قديم، هو برضو محترف وموهوب في المنطقه دي، واسم كبير والناس اتعودت على يوسف زيدان بيستنوا كتابه، عارفه يعني طريقه. في كتاب شاب في طرحه وفكرته وفي صاحبه، منشطات يوم القيامه، نزل في 2015. احمد سمير الحقيقه واحد من مش عايز اقول من الجيل الجديد، انا برضو مش عايز اخلي يعني احمد اقدر اقول عليه انه كاتب مهم، عنده لغه مختلفه، عنده بناء مختلف، وهو كتاب صحفي الحقيقه، وده نوع من الكتب اعتقد الناس متعوده عليه، ويمكن احمد سمير هنلاقي بقى اللغه المختلفه اللي تأثير الديجيتال بقى موجود على الولاد، يعني لغة مختلفة شوية عن لغة المنسي قنديل بقى.